السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الاخبار؟ بعض الناس شايفين ان الموضوع في غزة ولبنان والحرب مع الكيان المحتل عبارة عن واحدة بواحدة، يعني هم انضربوا في غزة وتعامل معاهم الجلاشة زي ما بيقولوا، فراحوا يعني ضربوا ايه بتوع حزب الله. الموضوع طبعا اللي يفكر هذا التفكير تفكير غريب جدا. اولا احنا ما عندناش مشكله ان احنا نغلب ونتغلب، يعني هو دي طبيعه اصلا اهل الحق. الحرب سجال، حرب سجال يعني ايه؟ يعني مره انت ومره انا ما عنديش مشكله. وابن القيم اتكلم في الموضوع ده، ليه ربنا ما بينصرش جنده طول الوقت؟ قال لك عشان ما يبقاش في وسطنا منافقين. ما احنا لو منتصرين في كل الحروب، في كل المواقع، في كل الجبهات، في كل اللي مش عارف ايه، ما هو مش هينفع، ما هيبقى داخل عندك منافقين كتير، فلازم يبقى في واحدة كده واحدة كده، ولكن الغلبة تكون لأهل الايه؟ لأهل الحق. لكن السيتويشن ده مش كده خالص يا جماعة. يعني هو الموضوع عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انت بتتخانق مع واحد، والواحد ده حاطط عليك يعني بالبلدي كده، يعني ضربك وعلم عليك وعورك ومعرفتش تاخد معاه حق ولا بطل، فانت سمعت ان ليه ابن عم عبيط، فقمت رايح ضارب ابن عمه. طب يعني انا مالي؟ فانت ضربت ابن عمي العبيط، فاهم؟ فانا مالي بالموضوع. يعني الناس اللي بتوع غزه ناس يعني جمله كده تحت الرايه السنيه، سنيه تمام، فدول تبعنا، دول مسلمين زينا واعتقادنا زي اعتقادهم. فهو ده الموضوع بقى. الناس اللي هم وإن كان في بعضهم طبعا يعني مختلف، يعني بعضهم سلفيين وبعضهم إخوان، ولكن يعني إن جنرال يعني أو أول إن أول تمام، مفيش ما بينهم حد بيسب الصحابة مثلا، ها زي إيه؟ زي بتوع حزب اللات الإيه اللبناني ده. فدي جبهة ودي جبهة، دي حاجة ودي حاجة. حزب اللات ده مش حزب الله طبعا خالص. أولا بيسبوا الصحابة، وسب الصحابة عندهم، سب أبو بكر وعمر عندهم حاجة قيمة جدا، يعني أحسن من إن أنت تقعد تسبح ربنا تقعد تسب أبو بكر وعمر. بيسبوا السيدة عائشة، أمك عائشة رضي الله عنها، بما برأها الله منه. ربنا نزل سورة كاملة في تبرئة أمنا عائشة رضي الله عنها من الإيه؟ مما اتهمت به. هم بيسبوها بهذا بقى، بيقولوا هي كذا، فاهم أنت إزاي؟ بيقولوا ان في 12 امام، هم اثنا عشرية، فبيقولوا ان في 12 امام، ال 12 امام دولت لهم تحكم في كل ذرات الكون، فهم مش تبعنا يعني. يعني هم مش مسلم اصلا، اللي بيقول كده ملوش علاقة بالاسلام اصلا. فكون ان اسرائيل تكسر له البيجر، ولا تولع له في البيجر، تولع له في التوكي ووكي بتاعه، تكسر عليهم البتاع، الناس دي يا جماعة خونة، يعني الخيانة بتجري في دمهم من أيام ما خانوا الحسين رضي الله عنه وقالوا له تعال احنا هنساعدك وانا اقف جنبك عشان تحارب وبتاع، وراح ما لقاش حد، قعد يحارب جيش كامل هو و70 واحد من أهل بيته، تمام، سابوه. وعشان كده هم بيضربوا نفسهم في كربلاء وبتاع ومش عارف ايه، عشان هم خانوا الحسين وسلموه للايه؟ للاعداء. ولو تابعت التاريخ بتاعهم عشان ما اطولش عليك هتلاقيه مليان بالخيانه. فهو اللي بيحصل ده هو خيانه داخليه، هو فيهم واحد اتنين تلاته عشره من الناس التقال، هو اللي قال لهم المكان اللي هم كانوا مجتمعين فيه، لانه ضربوا المكان بتاع اللي هو ابراهيم عقل ده، تمام، تحديدا يعني جابوه بالملي. وكمان يعني بيدعوا الله اعلم صح ولا، ان هم عارفين هم كانوا بيتكلموا في ايه، يعني هم كانوا بيخططوا في ايه. ومن الحاجات اللي تأكد لك فكرة ان دول مش تبعنا او ان دول خاونة، هو دلوقتي يعني الكيان المحتل قاعد يضرب في ايه؟ في غزة. طبعا احنا عندنا غزة حاجتين، غزة المقاومة تحت الارض هم مش عارفين يطولوهم، ومعاهم الرهائن كل شوية يطلع ينشوا واحدة ولا اتنين ولا عشرة، يعمل معاه مقلب جامد جدا ويفجر له مش عارف ايه وكده وينزل تحت الارض. ويا عيني المدنيين بقى اللي على الوش دولت هم اللي ايه؟ اللي مطحونين ومتحملين وشايفين ان ده فدا الاسلام وفدا الدين وفدا المسجد الاقصى وفدا المقاومه والكلام ده كله. طيب المفروض ان حزب اللات ده يخش بتقله، حزب اللات غير غزه، غير حماس. حماس مين اللي بيدعمهم؟ مفيش. حماس مين اللي بيدعمها؟ حاجات كده محلية الصنع وحاجات كده ايه داخلية، مع حاجات بيشتروها من
من الإسرائيليين أسلحة كده وبيعملوا لها هندسة عكسية فبيقلدوها وبيعملوا يعني حاجات إمكانياتهم اللي هم عاملين بيها كل ده ضعيفة جدا، لكن اسمه إيه حزب الله ده بيدعموا دول ليها ترسانات وليها كذا. غزة محاصرة تماما من البحر ومن الجو، أما دول الدنيا مفتوحة عادي، إيران لو عايزة تودي أي طيارات حتى دبابات للبنان هتودي، ما عندهاش أي مشكلة. فحزب اللات قدراته الصاروخية وقدراته العسكرية أكبر بكتير من غزة. طب أنت ليه ما بتخشش بقدراتك دي؟ ليه قاعد تضرب صواريخ في الشمال؟ ويقول لك ضربوا 100 صاروخ في الشمال. يبقى الشمال فاضي. انت بتضرب في ايه؟ الشمال ده فاضي اصلا، يعني الناس اللي ساكنين في الشمال سابوا الشمال ده، سابوا المكان ده، انت بتضرب في اماكن فاضيه تماما، ما فيهاش مخلوق، ما فيها حرائق في ايوه مكان فاضي انت بتضرب فيه، لسه ضارب صاروخين في حيفا تمام، لما بعد كل اللي اتعمل فيه ده وما زال محافظ على قواعد الاشتباك. يعني ايه تضرب لي حاجه؟ اضرب لك مش عارف حاجات كده، بس اهم حاجه ما يبقاش فيه حرب واسعه. ليه؟ لان حرب واسعه انا هشغلك عن ايه؟ عن اللي في غزه. طب اللي في غزه دولت انا كحزب الله انا عايزهم يولعوا. ليه؟ لانهم سنيين. الشيعي من الحاجات القربات الكبيره لله سبحانه وتعالى ان هو يقتل سني. عايزك تفهم عشان انت الدنيا بايظه معاك ومش فاهم حاجه. فاكر ان ده زي ده واخواتنا يا سلام، وضربوا النهارده 100 صاروخ وبكره 120 سندوتش. ايران اخر ضربه ضربتها لاسرائيل عملت كام صاروخ؟ مفيش واحد انجرح. مفيش واحد اسرائيل انجرح، ده قالت لهم ايوه الصواريخ طالعه من عندي دلوقتي. بايدن قبلها بليله قال انا جات لي معلومات ان ايران هتضرب، والمعلومات دي من ايران قطعا. فاهم؟ اسماعيل هنيه راح المفروض ان ده ضيف عندكم والمفروض تحموه. الله اعلم بقى هم باعوه ولا برضه خيانه داخليه ولا. المهم ان هي مش واحده لوحده، يعني مش عايزك تحسبها ان هم انضربوا في غزه فراحوا ضربوا في، لا حزب الله ده مش تبعنا. تمام؟ مش محسوب ايه؟ مش محسوب علينا احنا، ما زالت النتيجه حتى الان 1-0. غزة 1، الكيان المحتل 0. كون ان هو بقى عايز ينفس عن غضبه، فاهم انت ازاي؟ هو الالم وجعه او حرقه على قفاه قوي، فعايز يروح يضرب في حد عبيط، ما لناش دعوه، اضرب عيشوا حياتكم مع بعض، الهي تولعوا انتوا الجوز. السلام عليكم ورحمه الله.